من جديد برحب بك يا كابتن هيثم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. ويمكن معي في هذه اللحظات طبعا زي ما حضرتك قلت واحد من نجوم فريق النادي الأهلي ومن نجوم طبعا يعني جميع المباريات في بطولة المرتبط كابتن عمر طارق. كابتن عمر طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وببارك لك مليون مبروك، ببارك لك طبعا على بطولة دوري المرتبط للمرة الرابعة على التوالي بالنسبة لفريق النادي الأهلي، مبروك يا كابتن. الله يبارك فيكي وبرحب بكابتن هيثم وضيوفه اللي في الاستوديو. الحمد لله يعني كانت بطوله صعبه وكانت يعني ظروفها صعبه من اول ما ابتدينا الموسم خالص، بس الحمد لله يعني قدرنا نحقق البطوله في الاخر. لا يا كابتن، يمكن طبعا متعودين دايما في جميع المباريات النهائيه بالنسبه لفريق النادي الاهلي اهلي واتحاد سكندري، المره دي الحسابات اتغيرت شويه، واجهنا نادي الاتحاد في مباراه السيمي فاينل، نادي سموحه في مباراه الفاينل، ونقدر نقول يمكن يعني مباراه الاتحاد السكندري فوزنا فيها طبعا ريحنا شويه في مباراه الفاينل النهارده. يمكن احنا عشان كان يعني خسرنا في المجموعه من سبورتنج فده اللي خلانا ناخد الطريق ده يعني، بس في الاخر احنا يعني اللي عايز يكسب بطوله لازم يكسب اي حد سواء هنلعبهم سيمي فاينل او فاينل، كده كده يعني كنا هنلعب الاتحاد وخدنا طبعا طريق اصعب شويه، بس دي يعني بالنسبه لنا طعمها احلى يعني ان احنا قدرنا نكسب الزمالك ونكسب الاتحاد واخيرا نكسب سموحه اللي بقى يعني بقول لهم برده هارد لك، فرقه محترمه جدا وجهاز فني محترم وعملوا يعني بطولة كبيرة برضو، فالحمد لله يعني احنا كده كده عارفين ان احنا عشان نكسب البطولة لازم نعدي من الاتحاد او من الزمالك او كده، فيعني الحمد لله. مشوار صعب فعلا يا كابتن عمر زي ما حضرتك قلت، ولكن يعني واجهنا العديد من الفرق القوية في بطولة الدوري المصري زي الزمالك والاتحاد وكمان فريق محترم زي نادي السموحة، ولكن شفنا يعني طريقة لعبكم في كل مباراة وكلام مستر أجاستي معاكم ان كل مباراة واخدينها بشكل جدي بنفس طريقة اللعب بنفس القوة في جميع المباريات. طبعا احنا كل الماتشات بالنسبه لنا يعني تحضيرنا لكل الماتشات واحد يعني ما فيش، حتى النهارده يعني بعد ما البطوله كانت محسومه هو دخل قال لنا يعني مش تفرق لنا في حاجه يعني احنا كده كده لازم نكسب برده، ما فيش بطل يعني ينفع يبقى خسران اخر ماتش فلازم كده كده نكسب، ويعني ده هو ده يعني هو ده اللي مخلينا في الاستبداد واسطوره مصر الحمد لله يعني هو ده اللي مخلينا يعني الحمد لله الاستمرارية اللي احنا فيها هو ده السبب يعني ان احنا بندي كل الماتشات اهميتها وبندي كل الفرق احترامها الحمد لله. يا كابتن وبرضه عايزك توجه كلمه لفريق المرتبط اللي ما شاء الله ساهموا طبعا بشكل كبير جدا في بطوله الدوري المرتبط. طبعا طبعا يعني احنا يعني في الاول وفي الاخر لازم نشكرهم، هم ما خسروش ولا ماتش طول البطوله، يعني كنا ما ينفعش ان احنا يعني ما نكسبش بطولة علشان خاطرهم، فرقه رجاله وجيل جديد يعني طالع يعني المستقبل النادي الاهلي ان شاء الله يعني مشرق جدا يعني، وان شاء الله يبقوا هم المستقبل واللي يشيلوا فرقه الدرجه الاولى ان شاء الله. ميرسي جدا يا كابتن عمر، ببارك لك تاني وبالتوفيق ان شاء الله الفتره القادمه. ميرسي، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، شكرا جدا يا كابتن.